طيب خلونا نتابع مع حضراتكم ونروح لموضوع وخبر تاني هو متعلق بهدف الحكومة شغالة عليه وهو تحقيق الشمول المالي والتحول للمجتمع الرقمي. النهاردة وزارة المالية أعلنت أنها تبتدي في تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول لمجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي زي ما بقول لحضراتكم، والكلام ده هيتنفذ من أول شهر مايو اللي جاي. وقالت وزارة المالية أنه هيتم اعتبارا من التاريخ ده اللي هو أول مايو أنه يتم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكل المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب ورسوم الجمركية، ده هيكون باستخدام واحدة من وسائل الدفع الإلكترونية. والوزارة بتشرح ده وبتقول أن الخطوة دي جاية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجيهات الدولة المتعلقة بالتحول لمجتمع يبقى معتمد بشكل أقل على أوراق النقد، على الفلوس العادية يعني، وأنه يتم تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد. وفي بعض التسهيلات يعني الوزارة قالت عليها، ماكينات نقاط التحصيل بالجهات الحكومية المختلفة دي هتكون متوفرة في الشهر العقاري، في المرور، في الجامعات، في الأحياء، وغيرها من الإجراءات والخطوات اللي هتشتغل عليها الوزارة علشان تحقق الهدف اللي بيتكلموا عنه.